السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. النهاردة احنا هنتكلم عن خاصية الايكو درايف، اللي هي الايكو درايف اللي هي تحت كلمة سيتيزن دي. والخاصية دي بتبقى عبارة عن ان هما الخاصية دي معمولة ان انت بتحول اي مصدر ضوء وبتحوله لطاقة، وبتحتفظ الطاقة دي جوه البطارية بتاعة الساعة. بمعنى يعني مثلا البطارية، مثلا أنا مثلا قاعد أهو دلوقتي وحاطط الساعة دلوقتي في الشمس، فهتشد يعني يعني هتاخد المصدر الضوء اللي بيبقى نازل من الشمس ده، المصدر ضوء الشمس ده، وتحوله لطاقة، والطاقة دي هتحتفظ جوه البطارية بتاعة الساعة. لو احنا قاعدين مثلا في أوضة وفيها مثلا لمبة فلورسنت أو لمبة عادية، فالضوء هتحتفظ بيه أو هتسحب الضوء اللي نازل عليها وهتحوله إلى طاقة. تمام، دي خاصية الايكو درايف، يعني بتشحن الساعة عن طريق اي مصدر ضوء ايا كان، حتى لو ضوء بسيط. البطارية بتاعت الساعة دي او الايكو درايف ده، البطارية بتاعتها بتقعد حوالي 7 سنين، من 5 لـ7 سنين، ده الافريج بتاعها او المعدل بتاعها. بتقعد ست شهور من غير يعني من غير اي مصدر ضوء خالص، يعني لو في مصدر ضوء، مفيش مصدر ضوء قصدي، ممكن تقعد 6 شهور بدون مصدر ضوء وتبقى الدنيا عادي خالص. فيها كمان خاصية حلوة جدا اللي هو الباور سيفنج مود، اللي هو يعني ترشيد الطاقة، او اللي هو تقليل استخدام الطاقة اللي في الساعة. بمعنى لو الساعة فيها سنسورز كده، لو ما عدتش على اي مصدر ضوء، عقرب الثواني ده مش هيمشي بالمنظر ده كده، هيمشي اللي هو بدل ما يعدي كل ثانية هيمشي كل ثوانيتين او 3 ثواني. دي حلوة عشان ترشد الاستهلاك، علشان ما تستهلكش، وكمان ما فيش مصدر ضوء كمان. وكمان فيها اللي هو الانديكيتور بتاع يعني الطاقة. بص، الانديكيتور ده اللي هو مؤشر الطاقة. بص، دي لسه عارفها يعني قريب. شفت انت علامة الطيارة اللي موجودة دي كده؟ لما تلاقي في أي ساعة سيتيزن علامة الطيارة دي، لأن مش كل الساعات السيتيزن فيها علامة الطيارة دي. رقم 12 دي ليفل 0، رقم 1 ده ليفل 1، رقم 2 ليفل 2، لحد ليفل 6. شايفين إن علامة الطيارة دي فين؟ عند رقم 5، دي ليفل 5، يعني الساعة مشحونة بنسبة 90%، يعني الساعة كده تمام أوي، يعني الساعة دي تقعد معايا فترة كبيرة أوي. بطارية الساعة دي بتتغير كل 7 سنين، بس غالية شوية. يعني أنا في مصر مثلا دلوقتي، احنا في 2021، البطارية بتتغير مثلا في حدود 400 جنيه ولا 500 جنيه، علشان طبعا بتقعد بـ6 7 سنين يعني، فاهمني؟ الساعة الخاصية دي اخترعوها في 2012، كانت أول ساعة تشحن عن طريق مصدر صو أي مصدر طاقة، أي مصدر ضوء قصدي، ومن كل الاتجاهات. يعني مش من يبقى متسلطة عليها زي كده مثلا، اللي هي مثلا تبقى الساعة متسلطة كده، لا، دي بتبقى مثلا لو كده، لو جاية يمين أو جاية شمال، بتلقط الضوء بتاعها. بس دي خاصية كانت معمولة في سيتيزن، علشان كانت الناس كانت بتدور على حاجة بدل ما كل ساعة أو كل آه كل علشان كانت المستخدمين بتوع الساعات في السبعينات والثمانينات كانوا بيعانوا في ان كل مده معينه، مثلا وليكن سنه، سنه ونص، وهكذا، كانت كل شويه بتغير البطاريه. فسيتيزن يعني حطت الموضوع ده في دماغها، وفي 2012 نزلت خاصيه الايكو درايف، ان هي ساعه بتشحن عن طريق اي مصدر ضوء، واي مصدر ضوء ايا كان، من كل الاتجاهات. والساعه كمان البطاريه بتاعتها بتتشحن كتير، وبتقعد معاك مثلا حوالي 6 7 سنين، وكمان بتقعد 6 شهور في الضلمه خالص. بس كده. فكنت انا حابب اتكلم عن الايكو درايف اللي في سيتيزن، وفي طبعا السولار باور اللي في سيكو، وفي التاب سولار اللي في جي شوك. بس انا حبيت الاول اتكلم عن الايكو درايف اللي في سيتيزن. شكرا جدا ليكم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. انا اسمي محمد تحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.